نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مسرور بارزاني وبلاس خارت يؤكدان أهمية ضمان حقوق كردستان الدستورية والمالية وإجراء الانتخابات بموعدها. ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في أسواق السليمانية. الطفل علي بهاء موهبة كروية تبهر المراقبين الكرويين بالنجف. إصابة شرطيين في هجوم قرب وزارة الداخلية التركية في أنقرة. موسكو تعلن إسقاط مسيرات وصاروخين أطلقتا كييف على شبه جزيرة القرم. والولايات المتحدة تتجنب الإغلاق الحكومي وبايدن يطلب التصويت على مساعدات لأوكرانيا.